شايف البحر الازرق هذاك اللي وراي شو بيبقى اخره؟ قبرص سيدي قبرص. اها مضبوط قبرص. ولك والله لا خلي عواك يوصل لقبرص والله. خذوه جيبوه سيدي سيدي. انتشرت نكتة على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن قبرص تقدمت بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي بسبب الأصوات الصادرة من شرق المتوسط، فيما وزعت الحكومة القبرصية سدادات أذن على كل مواطن قبرصي لمساعدته على النوم. وبعد أن وصل عوانا إلى قبرص وصل فيولنا إلى هناك. تسرب نفطي هائل من سواحل سوريا امتد حتى السواحل القبرصية التي تبعد 160 كيلومترا عن سوريا، مسببا كارثة بيئية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. يقال إن الكمية التي تسربت تجاوزت 15 ألف طنا من النفط من محطة للطاقة الكهربائية بمدينة بانياس السورية. قبرص أعلنت تأليف خلية أزمة لمراقبة تسرب النفط من الجانب السوري بالتنسيق مع تركيا. والسبب المباشر للتسرب الذي بدأ منذ قرابة أسبوع هو التصدع والاهتراء في أحد خزانات الفيول بالمحطة الحرارية، والذي كان يحتاج إلى صيانة دائمة نتيجة الضخ العشوائي. نحن بلحظة تسرب الفيول كان همنا الأول أنه نقطع أي تسرب باتجاه البحر حفاظا على البيئة الموجودة. هلا حاليا مثل ما انكم شايفين نحن عم نجمع الفيول اللي تسرب من منطقة الخزان اللي صار في انسقاب وتسريب فيول، عم نجمعه اللي جاي بالرجالات على هون في حوض تجميع اسمه مثل هذا مصيد للفيول المتسرب، عم نلتقطه قبل ما ينزل على مياه البحر وعم نرجع نضخه بالمضخات مثل ما انكم شايفين على صهاريد ونرجع على الخزانات مشان نمنع وصوله لمياه البحر. الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في الحادث تصدر نتائجها بعد شهر، وقالت مصادر سورية للجديد إن الحكومة ليست بصدد إنشاء خزان جديد، وإنما سيجري العمل لإعادة صيانة الخزان الحالي وتأهيله، حيث تصل تكلفة إنشاء مثل هذا الخزان إلى نحو مليار ليرة سورية. صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عمالا يحاولون تنظيف الشاطئ بوسائل يدوية، وفي وقت كانت آلاف الأطنان من الفيول تطفو على البحر كانت المدن السورية تغرق في عتمة شاملة. وزير الكهرباء السوري غسان الزامل قال إن ما حصل كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة وطنية لولا سرعة تدخل فرق وزارة الكهرباء. وقدر كميات الفيول المتسربة ما بين طنين وأربعة أطنان تسربت خلال نصف ساعة فقط، ولكن خبراء شككوا في الكمية قياسا بحجم البقعة التي أظهرتها صور الأقمار الصناعية، وهذه الكمية كافية كما قالوا لتدمير الساحل الشرقي لقبرص. التسرب النفطي غمر شواطئ جبلة وبنياس، ووصلت بقع الفيول إلى صخور الكورنيش البحري ومناطق سورية أخرى، وكان له آثار كارثية لا سيما أن جزءا من السكان يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر أساسي لتأمين رزقهم. صدام حسين، قناة الجديد.